بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقبل الله منا ومنكم سائر الطاعات والقربات التي أودعناها في شهر الصيام والقيام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الفائزين، وأن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا وتفريطنا فيما بدر منا من تقصير، وهذا لا حرج فيه، لأننا تعترينا هذه المسائل، وخصوصا ما يتعلق بالعجز والكسل. ولكن رغم ذلك، ينبغي على الإنسان أن يحافظ على القدر الذي ينتسب به إلى السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة، من قوله عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. أي أن كل عمل يكون صاحبه نشيطا وعنده اندفاع وحماس للعمل، ومع مرور الوقت يعقبه الفتور. هذا الفتور ينبغي أيضا أن يكون إلى السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، فقد اهتدى، ومن كانت لغيرها فقد ضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أو فقد هلك. على العموم، ألتقي بكم في هذا اللقاء الذي لم يكن مبرمجا إطلاقا، وأنا ليس من عادتي كما يعرفني إخواني الظهور كثيرا على المباشر، لكن رأيت غيرة الإخوة والأخوات على ما صدر من بعض الناقمين والناقمات على شخص رسولنا عليه الصلاة والسلام. المشكل إذا ظهر يبطل العجب. سبب هؤلاء هو عدم دراستهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يدرس أحدهم سيرة فنان أو مشهور أو رياضي أو أحد رجالات السياسة والاقتصاد والمال والأعمال، فتجده شغوفا به، لكن لم يكرسوا حياتهم مع الأسف لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لهؤلاء: إذا كان والدي ووالدتي سببا في وجودي، فما قيمة وجودي بلا إسلام؟ الوجود الحقيقي حينما أكرم الله سبحانه وتعالى البشرية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه، فقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا كان الوالد والوالدة سببا في وجودنا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم
سببا في هدايتنا. وأعظم نعمة هي نعمة الهداية، وما كان يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو ملكها لأعطاها لأقرب الناس إليه، لكنه كان يملك النوع الثاني من أنواع الهداية، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإقامة الحجة والبراهين النقلية والعقلية على المخالفين. هذه هي التي كان يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويملكها من سار على نهجه من الدعاة العاملين الصادقين، الذين يدفعون الثمن مقابل قول كلمة الحق. أما دعاة الزور والذين يتنقصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقابل قول الزور يقبضون الثمن. وهذا هو الفرق بين صاحب رسالة يحمل همها، فهو يدفع ثمن كلمته ولا يجبن عن قول الحق، ولا يتلون ولا يتغير كالحرباء. أما أصحاب الزور وما أكثرهم فهم يقبضون الثمن، لذلك تجدهم متحمسين أكثر ممن دفع لهم. وقد ورد في مقدمة صحيح مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا سمعه أو علمه أو رآه. فنحن انتهى إلى ما سمعنا وقرأنا في بعض المواقع هجوما سافرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الهجوم هو جديد قديم، لم يأتوا بشيء جديد، إنما يأتوا ببعض الشبه فقط من أجل إثارة يعني البلبلة الفكرية، وأن لهم ذلك. فما دام الحمد لله الدعاة إلى الله نساء ورجالا يردون سموم هؤلاء بالحجة ويقارعون أقوالهم، نعم، بعيدين عن السب وبعيدين عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى التحريض، فإنما يقيمون الحجة ويبينون المحجة ويترفعون عن تلك الألفاظ التي يستعملها الجبناء والمهزومون الذين يحاولون سلق الدعاة بألسنة من حديد. كل من رد على عيوبهم وعلى سوءتهم المكشوفة أصلا إلا واتهموه زعموا بالدعشنة، وإلا واتهموه بالخطاب الإقصائي، وإلا اتهموه بالإرهاب الفكري. هذه كلها فزاعات يستعملونها فقط من أجل فقط إثارة مشاعر متابعيهم لا أقل ولا أكثر. فالحق لا يعرف بكثرة المتابعات والإعجابات، الحق يعرف بمدى اتباعك للدليل. فالله عز وجل تعبدنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته فرض لازم علينا، نؤمن برسالته ودعوته، ونعتقد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ونشتاق إليه عليه الصلاة والسلام من أعماق قلوبنا، نشتاق إليه عليه الصلاة والسلام. بل هو أخبر كما في الحديث الصحيح أنه سيكون في آخر الزمان أقوام يود أحدهم لو فقد أهله وماله نظير أن يراني. نعم، فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهد الله على حبه، ونتقرب إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام مدحه رب العزة من فوق عليائه سبحانه، ومن مدحه الله لا يضيره من تنقص منه، كما أن دفاعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط من باب إبراء الذمة، وإلا فربه جل وعلا كفاه قديما وحديثا. فالله عز وجل يقول: إنا كفيناك المستهزئين. كل واحد منا اليوم يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويدب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويزبر بيمينه كلمة الحق نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويرد على المخالفين بأسلوب علمي رصين بعيد عن السب وعن الشتم وعن اللعن، فقد نال حظا من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. فأنت سبب في رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمنة المتأخرة التي صارت موضة اليوم، موضة الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت مسمى الإسلام الحداثي أو تحت مسميات كثيرة جدا، الهدف منها هو أنهم يروحون على أنفسهم، هو أنهم يحاولون كما كنقولوا هم يعيشون كمدا ويعيشون حنقا ويعيشون ضيقا لما رأوا ويروا وسيرون إن شاء الله جل وعلا من دخول الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. لو تسمعون الإحصائيات الأخيرة في فرنسا حتى من الإعلام الرسمي عن عدد من دخل في دين الإسلام في ظل جائحة كورونا، لما أقول لا أقول لكم ستصابون بالدهشة، هم ربما سيصابون يعني بالموت السريري في فرنسا التي يتغنون بها ويدخل في دين الله عز وجل من بنات فرنسا ومن أبناء فرنسا العدد الكبير يعني في دين الله عز وجل، منهم في دين الله عز وجل في ظل هذه الجائحة التي اجتاحت أوروبا يعني تقريبا من بداية شهر مارس إلى يومنا هذا، أعداد لا يمكن أن تتصوروها. ورغم ذلك الإسلام لا يحتاج يعني إلى تزكية من قبل أعداد أتباعه، لا، كما قال عليه الصلاة والسلام وأصل الحديث في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا ليس فيه ضعف، لأن خاتمة الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. ما معنى طوبى؟ طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب تحت ظلها مسيرة 100 عام، وفي رواية 500 سنة فلا يقطعها، وفي رواية يسير الجواد المضمر، الجواد السريع يعني الخيل العربي الأصيل، نعم، بصهيلها تسير، نعم، بقوة يعني وبسرعة وتشتد في العدو مسيرة 500 سنة. هذه الطوبة أعدها الله سبحانه وتعالى من؟ للغرباء. من هم الغرباء؟ في روايات كثيرة شرحها النبي صلى الله عليه وسلم: هم النزاع من القبائل، هم أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وهذا الذي نحتاجه اليوم، نحن نحتاج إلى المصلحين، لا نحتاج فقط إلى الصالحين، الصالح صلاحه لازم له لا يتعدى إلى غيره، نحتاج إلى مصلحين، إلى من يقول كلمة الحق ويريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها تزلفا ولا منصبا ولا حظوة ولا نيلا من أحد. نحن نتكلم كما كان السلف، السلف كانوا يتكلمون لعز الإسلام، السلف كانوا يتكلمون لنصرة دين الله تبارك وتعالى، السلف كانوا يتكلمون لإعلاء كلمة الله عز وجل ولرضا الرحمن. أما نحن اليوم إلا من رحم الله عز وجل نتكلم لعز النفوس، ونتكلم لطلب الدنيا، ونتكلم لمرضات الخلق، لا أقل ولا أكثر، إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا أيها الإخوة، حينما ندرس السيرة يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، نرى أن هذه الهجمات ليست بجديدة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونالوا منه ونالوا من شخصه. لماذا هم يحتنقون؟ لماذا تضيق عليهم الأرض بما رحبت؟ لماذا؟ لأنهم يرون عظمة هذا الدين، يرون عظمة هذا الدين حتى في ظل هذه الجائحة، حتى في ظل يعني قاد في العالم عرفوا مكانة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وحتى هؤلاء الآن الذين ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه أو يشتمونه أو يلعنونه، الآن ما هو المخرج من كورونا؟ هو الحجر الصحي. من الذي دعا وأرشد إليه؟ من الذي وجه أصحابه كما في حديث أسامة ولا في حديث عبد الرحمن بن عوف؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم كل اليوم يطبق هذا التوجيه النبوي منه عليه الصلاة والسلام، نعم. وكما قيل قديما: الحق ما شدت به الأعداء، ولكن فقط من باب يعني إبراء الذمة. أنا أقول لكل من ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له كما قال شاعر الإسلام: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. نرجو ما عند الله، ونرجو التواب من الله، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على ملة الإسلام وعلى سنة نبي الإسلام، أن ندخل قبورنا
ومن يقبرنا يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا هو هدفنا. يعني ألا يحق لي ولك، نعم ولك أختي، أن ندافع عن سيد ولد آدم ولا فخر؟ ألا يحق لي ولكم أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، لا بشقشقة اللسان ولا بالكلام الفارغ ولا بالصياح ولا بالعويل؟ دعهم هم يصيحون، دعهم هم يعني يتكلمون، حتى ولو مكن لهم يعني في 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 قنوات أو في مواقع أو في جرائد، هذا لا يضر، هذا لا يضر. الواجب علينا نحن هو الدفاع عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء لا يغدر عليه الصلاة والسلام. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. كانت الوفود العربية حينما تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، العام التاسع كما تذكر ذلك كتب السيرة، منهم من يقول جعلنا الله فداءك يا رسول الله. هذه وفود تعلن، ستعلن إسلامها، لم تعلن إسلامها بعده، وتقول جعلنا الله فداءك يا رسول الله، جعلنا الله فداءك. واليوم الواحد منا يظن، يظن بالضاد المهملة، يظن بكلمة حق في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قيمة العيش؟ ما قيمة العيش حينما نعيش في مجتمع ينال فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قيمة تحلو لنا الحياة وهو شفيعنا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي هدانا إلى أحسن الأقوال عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دعانا إلى السمت الحسن، وهو الذي دعانا إلى مكارم الأخلاق، وهو الذي دعانا إلى أعالي الأمور. لا يمكن أن نسقط إلى حمأة هؤلاء، هم يريدون أن يجرونا إلى معارك جانبية، فنحن لسنا بأغبياء بدرجة كافية كما يعتقدون. وعلى إخواننا إذا أرادوا أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلمة يسطرها عليهم أن يتأملوا قبل أن يسطروا أي كلمة، لأن القوم يتربصون بنا. أي زلة، أي هفوة ربما، يعني ربما تستعمل ضدك مع الأسف. ولكن كل واحد منا من خلال موقعه ومسؤوليته عليه أن يقول يعني كلمة حق في نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن يدافع عنه، أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبه ليس بالقصائد ولا بالتمايل ولا بالسماع ولا بالمديح. الصحابة كانوا نعم ينشدون الأشعار في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كانوا يغالون فيه، فكانوا يدافعون عنه بشعرهم وبأنفسهم وبكلامهم وبمواقفهم وبدعوتهم وتطبيقهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يدافعون عنه عليه الصلاة والسلام حتى من 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 مظاهر النصر، أنهم ما كانوا يقدمون قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الصحابة، هذا هم الراعي الأول، هذو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم نجوم، الذين هم نجوم في السماء يهتدى بهم، لأنهم تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عمرو بن العاص حينما يعني قبض يديه ويعني عند مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية؟ حتى قال أشترط، حتى أشترط، فاشترط فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شرطه. وماذا قال؟ وماذا قال يعني ثمامة بن أثال؟ ماذا قال؟ لأنهم كانوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، لكن لما رأوه ورأوا تعامله وخالطوه ورأوا سيرته وكيف كان يعامل أصحابه عليه الصلاة والسلام، ما كان يشبع حتى يشبع أصحابه. تأتيه الأموال وما كان يزين بها مسجده عليه الصلاة والسلام حتى يشبع فقراء المدينة وأيتام المدينة وأرامل المدينة. وخرج من هذه الدنيا ولم يشبع من أكل خبز الشعير. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثمامة بن أثال ماذا قال بعدما أسر وربط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متتالية؟ والحديث طويل. الشاهد، الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا قيد ثمامة، فكوا قيد ثمامة. فذهب وخرج من المسجد وذهب تحت يعني نخلة
فاغتسل ثم رجع، فقال: يا محمد، والله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فصار وجهك أحب الوجوه إلي. يا محمد، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فصار دينك أحب الدين إليك. يا محمد، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فصار بلدك أحب البلاد إلي. فأسلم رضي الله تعالى عنه ومنع الميرة عن أهل مكة. نعم، قال والله لا تأتيكم يعني من البحرين يعني من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم، هم الذين آذوه. وهجر عليه الصلاة والسلام وخرج من مكة مختفيا مطاردا والطلب على إثره، وما أراد أن ينتقم لأنه ليس منتقما عليه الصلاة والسلام، ولم يكن منتقما عليه الصلاة والسلام، ولم يكن سبابا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا عليه الصلاة والسلام، وكان أبغض الخلق إليه الفاحش البذيء. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالميرة أن تأتيه من اليمن من اليمامة. لو كان منتقما لرد عليهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم حاصروه هو وإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم في شعب أبي طالب، وما تعامل معهم عليه الصلاة والسلام بذات المنطق. هذا سيد ولد آدم. هؤلاء الذين يشتمون في النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون أن من كان يرسم رسوما كاريكاتيرية على النبي صلى الله عليه وسلم استهزائية أنه دخل إلى الإسلام؟ هل تعلمون هذا مؤخرا في ظل جائحة كورونا؟ يعني هذا الذي كان وهو كافر وليس بعد الكفر ذنب، يعني كان يخط بقلمه رسومات وأكاذيب على النبي عليه الصلاة والسلام، من الله عليه بالإسلام، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من رواية عمرو بن العاص. هؤلاء لو درسوا عن الإسلام والله لما نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأتحداهم أن يأتي أحدهم بشبهة من عنده، كلهم يعيشون على المستشرقين. إذا كنت معلم كما كنقولوا احنا باللهجة المغربية، إذا كنت راجل جيب شي شبهة من عندك، لن يستطيعوا، فهم على غيرهم، على أعداء الدين. نعم، فيأتون بما لفظه يعني أعداء الدين وخصوم الدين. حتى بعض خصوم الدين الذين درسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره هؤلاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من أن النبي عليه الصلاة والسلام، مع الأسف، من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة بخديجة رضي الله تعالى عنها لمصلحة. هؤلاء أين ذهبت عقولهم؟ يعني لنتحكم فقط يعني الى المصادر التاريخيه، لنتحكم الى الروايات التاريخيه، الى كتب السير، الى كتب المغازي، الى كتب التاريخ، حتى كتب ما قبل الاسلام، اين ذهبت عقول هؤلاء؟ طيب هؤلاء ما عندهم اصلا نفس طويل للقراءه، النفس الطويل للقراءه ما يستطيعون، لان ما عندهم نفس على دراسه الاحاديث وعلى دراسه السند، لان هذا يعييهم، كما قال الشاعر: كل العلوم سوى القران مشغله الا الحديث والفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وبعدين يعني ما هي النتيجة التي سوف يحصلونها؟ ما هو الوسام الذي سيناله؟ غضب رب العزة والجلال، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه إمامنا مالك رضي الله تعالى عنه، وأيضا عند الإمام أحمد في 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 في, في المسند من رواية بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، طبعا الرجل يعني على على على, على أنها صفة يعني خرجت يعني سواء رجل أو امرأة، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله له بها سبحانه وتعالى رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. يقول علقمة الليثي الراوي عن بلال رضي الله تعالى عنه، يقول: كم من كلام منعني منه حديث بلال، كم من كلام منعني منه حديث بلال. نحن لا نسب ولا نشتم، لأن حديث بلال هذا يعلمنا كما قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني حصد الإعجابات من أجل أن وآتي يعني بشيء يعني يخالف شرع الله عز وجل. هؤلاء شأنهم شأن ذلك الأعرابي الذي جاء وبال في 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 بئر زمزم في الحج، فقيل له: لماذا صنعت ذلك؟ قال: الناس يعني كل واحد يعني يذكر في كتب التاريخ من هؤلاء الأعلام، وأنا أريد أن أصنع شيئا يعني أتميز به فأذكر أيضا يعني فأذكر عند الناس. فهؤلاء يبحثون عن الشهرة، والشهرة لا تنفع أحدا يوم القيامة. كم من إنسان مغمور في الأرض مشهور في السماء، وكم من إنسان مشهور في الأرض ولا قيمة له في السماء.
ينبغي أن نعمل نحن لإرضاء الله عز وجل، لا نلتفت إلى أقوال هؤلاء. أنا الذي أريد أن يعني أشد على أيدي إخواني يعني وأنصحهم من قلبي، أنا أشكر لكم غيرتكم على الرسول صلى الله عليه وسلم وحبكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت بأن حبه فرض لازم علينا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولكن لا ينبغي أن نقع في شراكهم ولا في شباكهم، أن نرد عليهم ولا أن نهددهم. نحن الواجب علينا أن نغير المنكر بالقلب وباللسان، أما باليد فليس إلينا، فهناك سلطة في البلد هي التي تتولى هذا الأمر. والإخوة جزاهم الله خيرا الذين اتخذوا إجراءات قانونية، وأتمنى أن ينبري العدد الكبير من الإخوان مثل هذه الأشياء. نعم، لأن هذه من وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ننصره حتى من خلال القانون الموجود في البلد، فهناك محاكم وهناك قضاة الحمد لله، وهناك يعني أهل غيرة من هذا البلد، لا شك أنهم سينتصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، حبنا لا يجعلنا نغالي في حبه كما يفعل يعني بعض الصوفية، والأمر الآخر لا يجعلنا أن يعني يكون عندنا نوع من الإفراط في حبه حتى نقول كلاما يعني عليه الصلاة والسلام هو نهانا أن نقوله. نعم، فحتى غضبنا ينبغي أن يكون منضبطا بضوابط الكتاب والسنة. نعم، حتى حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون منضبطا بضوابط الكتاب والسنة، حتى يعني دفاعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دفاعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون منضبطا بضوابط الكتاب والسنة. نعم، لأن هؤلاء يريدون أن يجرون إلى مواضع جزئية وثانوية فيلهون عن الموضوع الأصل، فانتبهوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إياكم أن يسيل حبركم بكلام قد تكون عواقبه وخيمة. هذا ليس من باب الخوار ولا من باب الجبن، وإنما هذا واقع نحن نملك الآن أن نغير بقلوبنا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يعني من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم فعلق عليه الصلاة والسلام تغيير المنكر على الرؤية البصرية، من رأى منكم منكرا، وطبعا حينما ننظر إلى الأحاديث الأخرى نجد حتى من سمع بمنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبقلبه، فمن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان. وكما في حديث يعني عبد الله بن عياض يعني أيضا، فلا بد أن نغير على العموم، نحن نغير الآن بالكلمة ونغير بقلوبنا قبل ذلك، وأما التغيير باليد فليس إلينا، إحنا ما كنديروش كما تقولوا المغاربة شرعي الدين، هذا ليس إلينا. نعم، وحتى بعض الناس مثلا الذين يطلقون بعض الفتاوى على عواهنها، نعم، فأنا أتمنى من إخواني أن يتريثوا وأن يستشيروا مع العلماء، وهناك مجالس علمية ينبغي أن تنبري لمثل هذا الإسهال الفكري الذي نسمعه بين الحين والآخر. أما نحن نملك الآن الكلمة فلا ينبغي أن نسكت بحجة المصلحة والمفسدة. يعني أنا الآن يعني لا أقول كلمة الحق بحجة المصلحة والمفسدة، يعني حتى صارت المصلحة والمفسدة استغفر الله العظيم يعني معبودا يعني من دون الله عز وجل، طاغوتا من دون الله عز وجل، أسكت مقابل ماذا؟ أين هي المصلحة الآن حينما يعني أرى من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يلعن النبي صلى الله عليه وسلم، من يتهكم النبي صلى الله عليه وسلم، من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يزدري بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يحتقر النبي عليه الصلاة والسلام، من يتهكم بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عليهم، ثم أسكت؟ لماذا أسكت؟ سؤال لماذا أسكت؟ الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على العلماء وعلى الدعاة أن يقولوا الحق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه في أواخر آل عمران، والله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء أنهم إن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم الواجب عليهم أن يتركوا شريعتهم وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعوة الأنبياء كلها واحدة كما قال عليه السلام: نحن معشر الأنبياء إخوة ودينهم واحد. وإذا أخذ الله كما في سورة النساء أو في سورة الأنعام أو النساء في سورة آل عمران أو النساء: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه في آل عمران. الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على كل الأنبياء، لو أدركوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب عليهم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الدنيا لم يأتي بشرع جديد، وإنما ليكون يعني تابعا وليس متبوعا، لا معبود إلا الله ولا متبوع إلا رسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الطحاوي رحمه الله: ما توحيدا لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، فالمعبود هو الله والمتبوع هو رسول صلى الله عليه وسلم. عيسى حينما ينزل في آخر الزمان سيصلي خلف إمامه من المهدي، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه
الحارث بن أسامة في مسنده، وهو محمد بن عبد الله، لأن اسمه يوطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه واسم أبيه يوطئ اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، فيصلي خلفه يعني عيسى عليه السلام، ليعلم الجميع أنه ما جاء بشريعة جديدة، وإنما جاء لتجديد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا ورد في كتاب السنه للهروي، وكتاب السنه وفي اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه للالكائي، يعني لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابو بكر، وفي يد عمر صحيفه من التوراه، عمر في يده صحيفه من التوراه، فكان ينظر اليها وكانه اعجب بما فيها. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف في وجهه الغضب، فبدا يعني أبو بكر يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فقال: يا عمر، أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ يعني أحائرون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفس محمد بيده لو أن أخي موسى حيا فأدرك نبوتي ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا دين الله، وهذا رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. فلنحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا، وندافع عنه، وننصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا شرعيا، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. نعم، إنا كفيناك المستهزئين فسيكفيكهم الله. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هذا القرآن فضح الله عز وجل أقوالهم وسيرهم ومخبرهم في سورة التوبة. قرأوا سورة التوبة وتدبروها مزيان. إنا كفيناك المستهزئين. فلنحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا، والرد العملي هو اتباعه عليه الصلاة والسلام، والعمل بسنته والدعوة إليها ولو في إطار ضيق. نحن سيسألنا الله عز وجل عن التبليغ، ولن يسألنا ربنا جل وعلا عن عدد من آمن بنا أو اتبعنا، لأننا نحن غاية ما نفعل أننا نتبع سبيل الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتديه، كما في الأنعام. فنحن ندعو إلى الله عز وجل، أما من تبعنا، من أعرض عنا، من صد عنا، هذا ليس إلينا. الواجب هو إقامة الحجة على المخالفين وعلى المعاندين، وتبرئة الذمة بين يدي الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن نوح: وما آمن معه إلا قليل. نعم، وبالنسبة لفرعون: على خوف من فرعون وملائه. نعم، فكم آمن مع نوح؟ 80 واحد اللي آمنت مع نوح، 950 سنة ديال الدعوة إلى الله. فلا تغتروا بالأعداد، لا تغتروا بالكثرة، لأننا لسنا أمة غثائية، وإن كان واقعنا يتحدث عن الغثائية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد. فالله المستعان، ورد في الطبراني في الأوسط من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا كان دائما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من والدي وولدي وأهلي ومالي، وإني أذكرك وأنا في البيت فآتي فأراك، وأذكر موتي وموتك، فإذا أنت دخلت الجنة كنت مع النبيين والصديقين والشهداء، وأنا دون ذلك. تصور حب هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول هو ثوبان، ومنهم من يقول هو عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في المنام. تصور حب هذا الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا اشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة النبوية وقت الظهر أو وقت الضحى أو في أي وقت من الأوقات، فيعلم يقينا أن الذي سيصلي بهم الصلوات خمس هو رسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأتون إلى المسجد ويلتقون به. ما كاين لا بواب ولا موانع، ف
فكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبونه عليه الصلاة والسلام. وكان الغريب إذا جاء إلى مدينة صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه، فيقول أيكم محمد؟ فيقول يا رسول الله لكن أنت سموت وأنا سأموت، أنت ستموت وأنا سأموت، وأنت إذا دخل الجنة ستكون يعني مع يعني في مقام عالي مع النبيين والشهداء، مقام عالي، وأنا دون ذلك. فجاء جبريل بالوحي، فنزل قول الله عز وجل في سورة النساء: من يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تهتموا ولا تبالوا ولا تلتفتوا إلى من ينال منه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، في سورة النساء هذا القرآن. هؤلاء اليوم الذين يثيرون هذه الزوبعة ولهلها بدأت يعني ليلة العيد أو يوم العيد، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة للمصلحة، وأنه تزوج من أجل مالها، وأسلوب ركيك في غاية السخافة يدل على فكر صاحبه. والحمد لله وهنيئا لكم أنكم تغيرتم، وأنكم تشعرون بالجوى والأسى والحزن لما سمعتم ورأيتم من كلام في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كلام باطل، وهو كلام لا قيمة له، لأن القرآن الكريم مليء بثناء الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى سبحانه وتعالى الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما نحن فقط من باب المعذرة، من باب المعذرة، وأخشى أننا لا نبرئ ذمتنا بين يدي الله عز وجل بقول كلمة الحق في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرد على المخالفين الشاتمين الشامتين، وأن لهم ذلك. لن نسكت ونحن نرى مقام النبوة يحاول هؤلاء هتكه، ولن يستطيع أن يهتكوه، لأن كلامهم سمج، كلام بارد، كلام لا يقوم على حجج، وإنما هي فقط مدارس عقلية يريدون أن ينفسوا على كبتهم الفكري، ويزعمون أن الإسلام يصطدم مع يعني ميولاتهم المعروفة عند الجميع، فأرادوا من خلال ذلك أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمع يا من تنال من النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعي يا من تنالين من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقولها وأنا في كامل قواي العقلية: تعلموا منا، تعلموا منا، نحن من يعلمكم، نحن من يوجهكم، نحن من يدرسكم، لسبب بسيط، أن الله جل وعلا أكرمنا بفضل من الله عز وجل بطلب العلم الشرعي، ومن حق دعاة العلم الشرعي أن يعلموا الناس، وأن يربوا الناس، وأن يوجهوا الناس، وأن يبينوا لهم مكارم الأخلاق، كما أنه من حق أستاذ الرياضيات إن كنا في شعبة الرياضيات أن نطلب العلم الذي لا نجيده ولا نحسنه، وأيضا في علوم الحياة والأرض، أو في علوم المحيطات، أو في علم الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الطبيعية. نعم، فكما قال أهل العلم يعني بقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. تعلموا العلم النافع الذي ينفعكم بين يدي الله عز وجل، ارفعوا عن أنفسكم الجهل، ونحن مستعدون لرفع الجهل عنكم، وذلك بتعليمكم وتوجيهكم لا أقل ولا أكثر. هذا الذي نملكه، نحن نملك الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا نكتفي فقط بالدعوة إلى الله باللسان، بل لا بد أن يكون هناك تلازم بين صلاح الظاهر والباطن، وأن يكون هناك تلازم بين القول والفعل. هذه دعوتنا التي نؤمن بها، وهي التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فاعلموا جميعا
أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونقدمه ليس فقط على والدينا ولا على أولادنا ولا على أموالنا، بل نقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى على أنفسنا، كما ورد في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي يعني من كل شيء إلا من نفسي. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عمر، ليس بعد حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والذي بعثك بالحق، إنك لا أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. يعلق الحافظ بن حجر رحمه الله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر بمعنى الآن عرفت ما ينبغي أن يتكلم به فنطقت به، فالزمه يا عمر، فالزمه يا عمر، فالزمه يا عمر. فينبغي أن نلزم أنفسنا هذا الأمر. الأمر الآخر، لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في الصحيحين من رواية أنس فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وفي رواية: من أحبني فهو معي في الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا برسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو قلنا كما قال ذلك علماء العقيدة: اللهم إنا نتوسل إليك بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن تجمعنا به في الجنة، لأن التوسل بالعمل الصالح جائز، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة. إذا نحن نعلم هؤلاء ونزيل الغشاوة التي على قلوبهم والشبه التي يعني مثلا يثيرونها، مثل رجل أخذ يعني حفنة من التراب في عز الظاهرة، والشمس أرخت يعني خيوطها الحمراء الملتهبة، والسماء صافية لا سحب تكدرها، فألقى بها بهذه الحفنة من التراب فعادت على رأسه، وبقيت الشمس وبقيت السماء صافية. فاعلموا أن السماء صافية، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وعلم الصحابة التابعين وهكذا حتى وصل إلينا هذا العلم، لأن من خصائص هذه الأمة الإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء من شاء. ولذا قال معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم من قول عليه الصلاة والسلام: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فمن هو المعلم الذي سيأتي ويخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان المستشرقون، فكما في كتاب العظماء، ولا في كتاب الخالدون 100، ولا في كتاب الحضارات الإسلامية، وحتى في كتاب جولد زيهر الذي كان يعني ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أنهم وقفوا مشدوهين أمام بعض المواقف التي يعني سطرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى برنارد شو لم يتردد في أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الأول. وهم أنتم تعظمون هؤلاء، طيب فاتبعوا أقوالهم، فلا أنتم اتبعتم رسول الهدى ومن اتبعه فهو مأجور، ولا اتبعتم أولئك يعني حتى فيما يقولون خالفتموهم. فعلى العموم نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم ونفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. فقط السؤال يعني لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة من أجل المال، متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة؟ متى؟ وهل هو الذي خطبها لنفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطبها لنفسه أبدا، عندها بدل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني له من العمر يعني 25 سنة، وعائشة كان لها من العمر يعني 40، خديجة كان لها من العمر 40 سنة، وكانت امرأة حصيفة عاقلة رشيدة معروفة في قومها. نعم، وكانت يعني وكانت تعطي مالها للتجار وللأمناء من أجل أن يضاربوا لها في مالها، لأن المال كما هو معروف في الشرع يعني إما أن يعطى على سبيل الدين اللي هو الاقتراض، وإما أن يعطى على سبيل المضاربة، والمضاربة لها شروطها كما ذكر ذلك العلماء في كتاب البيوع. فهي سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم، خديجة سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمواقفه وبشجاعته وبصدقه وبأمانته، الجميع كان يعلم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حينما تأتي يعني النتائج على خلاف الهوى الذي كان يهواه أهل مكة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تنكروا لصدقه ولأمانته. نعم، حتى في قضية تحكيم في مسألة الحجر الأسود، من يضع الحجر الأسود بعدما أعادوا بناء الكعبة، قالوا من يطلع من هذا الباب يعني رضينا به حكما. فإذا برسول الله يطلع من تلك الباب، فقالوا نعم ما جربنا عليه كذبا. يعني لما جمعهم عند جبل الصفا وقال مكة كلها تشهد، ما معنى مكة هنا؟ إيجاز بالحذف كما يقول العلماء، يعني أهل مكة كلهم يشهدون بأنه الصادق الأمين، فرضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حكما.
وحكمه في مسألة الحجر الأسود ووضعه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام حينما أمرهم بأن يأتوا يعني بكساء، نعم، وكل قبيلة تنتدب واحدا منهم ويضع الحجر الأسود يعني في الكساء، وكل واحد يأخذ من طرف بطرف الكساء. فحملوا الحجر الأسود ووضع بعدما وضعه في وسط الكساء، فجاء رسول صلى الله عليه وسلم ووضعه بنفسه عليه الصلاة والسلام. هذا فضل من الله عز وجل، من الله به عليه قبل الإسلام، هذا فضل من الله عز وجل. خديجة سمعت بمحمد بن عبد الله قبل البعثة 25 سنة، يعني قبل البعثة ب 15 سنة، هي من طلبت الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، هي من طلبت الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وخديجة يعرفها من يقرأ يعني سيرتها، وكما ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله مؤرخ الإسلام في سير أعلام النبلاء، يكتحلوا هاد الناس بقراءة سيرة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها يعني من أجل المال. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد المال والخلد في هذه الدنيا لا أعطاه الله ذلك سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح. ولكن الناس لما قرياش، الإنسان عدو ما يجهل، والإنسان تواضع، صرت تتعلم وصرت تقرأ شي بس مكان، كما قال الشاعر يعني تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جاهل كمن هو، وليس أخو علم كمن هو جاهل. شنو المشكل؟ مشي تعلم الواحد، مشي قرأ، مشي تعلم، كيفاش بس حنا نعلموكم يعني يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونرد لكم على بزاف ديال الشبهه، لان الشبهه التي اثرتم يعني في مساله زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجه لم تقتصر فقط على انه تزوج بها من اجل مصلحه المال او من اجل الدنيا، تكلمتم في امور كثيره ونحن نعرفها ونعلمها ونعلم مثل هذه الشبهه البارده السمجه، والحمد لله اهل العلم يردونها يعني بربطه جيش، الحمد لله بشيء من الاطمئنان. ولا يمكن هذه الفقاعات التي يعني يثيرونها من هنا وهناك ان تؤثر فينا، بارك الله فيكم، لا ينبغي أن تؤثر فينا يعني بشكل أننا نفقد صوابنا ونذكر كلاما قد يكون وبالا علينا. نحن نرد عليهم بالحجة، واللي بغى ينظرنا ينظرنا، راه ما كاين حتى شي مشكل، أي حاجة ينظرنا مستعدين، مرحبا. ينبغي علينا أن نواجههم بالحجة وبالعلم. أما مسألة يعني الاعتداء عليهم أو إصدار فتاوى عليهم، هذا ليس إلينا، أنت تبين الحكم الشرعي فقط، هناك سلطة في البلد، نعم هناك سلطة في البلد. أما الاقتداء، القضية ديال الاعتداء باليد والتحريض وكذا، هذا ليس إلينا، أي باش نتفاهموا، لأن يعني هذا سلاح سيستعملونه ضدك، والشريعة لم تأتي بهذا. يعني حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمور ترفع إليه عليه الصلاة والسلام، واللي بغى يعرف هذا الشيء يرجع يعني الكلام يعني في مختصر خليل، ويرجع المواهب الحطاب يعني المواهب الجليل الحطاب، ويرجع الكلام الأئمة الكبار، ويمشي يرجع الكتاب يعني الشفاء ديال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه، ويرجع للصارم المسلول يعني في شاتم الرسول لشيخ الإسلام، وهكذا كلام كثير. الآن نحن فقط من الآن نرد على هذه الشبهة، وهي شبهة باردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يتزوجها عليه، لم يخطبها لنفسه، بل هي عرضت نفسها عليه، نعم، وتزوجها عليه الصلاة والسلام، وزوجها عمها، وخطبها يعني حمزة بن عبد المطلب وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج بها عليه الصلاة والسلام، وانتهى الأمر. قضية بسيطة جدا، ما فيها لا هذه ولا هذه، لم يتزوجها لمالها عليه الصلاة والسلام، نعم، وإنما يعني تزوجها قبل البعثة، ومواقفها نبيلة وشريفة وبقيت كذلك، وسطرتها كتب الأحاديث والسير الحمد لله، والمعاجم والتراجم وغير ذلك الحمد لله. فأين المشكل؟ على النبي صلى الله عليه وسلم كان خصو المال. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لقد نزل ملك من السماء ما نزل قبل هذا. فخير هذا الملك بأمر من الله عز وجل، خير النبي صلى الله عليه وسلم بين زهرة الحياة الدنيا، نعم، وبين الرفيق الأعلى، فاختار ما عند الله. ورواية وهي صحيحة، خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار عليه الصلاة والسلام بعدما أومأ إليه جبريل أن تواضع، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا. كانت تأتيه الأموال ولا يبالي بها عليه الصلاة والسلام، كي يقضي الديون عن أصحابه عليه الصلاة والسلام.
فأين هو يعني الآن الذي تقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها من أجل مالها، بل عمل في تجارتها عليه الصلاة والسلام، وضارب لها في مالها، وبارك الله لها في مالها، وأنجبت له أولادا رضي الله تعالى عنها، فهي أم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يضيركم؟ يعني ما الذي يزعجكم كونه تزوج امرأة أكبر منه؟ وما العيب في ذلك؟ يعني إذا بغيت يتزوج شي وحدة أكبر منها، شي واحد في هذا الزمن بغى يتزوج مرأة أكبر منها عيب، محرمة، لا يجوز. تزوجتي صغيرة غيقول لك علاش تزوجتي صغيرة، تزوجتي كبيرة غيقول لك لا بحال أمك، تزوجتي صغيرة يقول لك بحال حفيدته، وهكذا دواليك. هذه أمور مع الأسف وهم لا هم لهم. هي الذباب لا يقع يعني على الورود وعلى الياسمين وعلى الرياحين وعلى الأزهار. نعم، الذباب يقع إما على السباطات، والسباطة في اللغة هي الأماكن التي تلقى فيها الأوساخ والمزابل، وإما تجد الذباب بالعرام على الجيف. نعم، وإما تجده يعني سبحان الله العظيم إذا كان بالإنسان جرح، نعم، ويسيل منه الدم، تجد الذباب هناك يحيط بهذه الأشياء. فهؤلاء فقط يريدون أن يأتوا بمثل هذه يعني الترهات من أجل يعني أن ينالوا من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان وفيا ولم ينس مواقف خديجة رضي الله تعالى عنها، تكبره لا يهم، تصغره زوجاته لا يهم. هذا ليس إليك، وليكن في علمك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج يعني بامرأة، نعم، إلا برضا ربه سبحانه وتعالى. وهذه المسائل هذه خصكم تقراوها بزاف، وخصكم تمشيو تعلموا، ولكن ما عندكمش نفس، لأن أصلا اللغة العربية باش تتعلموا يعني أنتم الآن خصومها. أنتم خصوم اللغة العربية، وهي وسيلة، وهي المفتاح لمعرفة العلوم الشرعية. يعني تخندقتم في كل شيء سبحان الله العظيم، كل شيء يعني يؤدي إلى الرجوع إلى هذا الدين وإلى الأصول وإلى الأحكام. على العموم، النبي عليه الصلاة والسلام بقي وفيا لخديجة رضي الله تعالى عنها، ولم ينسى مواقفه عليه الصلاة والسلام، بل حتى لما تزوج خديجة، وكلام الإمام عائشة وكلام الإمام مالك رحمه الله في زواجه من عائشة فصل فيه رحمه الله تعالى. فخديجة تقول: ما غيرت على امرأة كغيرتي على خديجة وهي ميتة، من كثرة ما كان يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الوفاء لما موجودش في هذا الزمان، هذا هو الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا حتى بعد وفاة خديجة. فلما في إحدى المرات غضبت يعني عائشة رضي الله تعالى عنها لكثرة ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني خديجة ومناقبها ومواقفها، وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يذبح الذبائح، ها اللي ما عنده فلوس يذبح الذبائح ويرسلها إلى صويحبات خديجة، ويواسي الفقراء ويواسي الجميع. خص الناس يعرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابي لو كان غنيا فمات وترك مالا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الدين من ماله الخاص، ويترك ورثة مال الورثة لورثتهم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالمؤمنين، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا مش النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان فقير، راه كان يحب التواضع. هو اللي كان يقول في الدعاء ديالو، وهو حديث حسن اخرجه الامام احمد في المسند: اللهم امتني مسكينا واحييني مسكينا وامتني في زمرة المساكين. وفسر العلماء يعني الدعاء هذا: اللهم احيني مسكينا، اي متواضعا متواضعا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التواضع، حتى قال عليه الصلاه والسلام في حديث: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. وكان يقول عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الصحيح: ثلاثه اقسم عليهم يعني ما زاد الله عبدا بتواضع الا رفعه. فكانت تغار عائشه من خديجه رضي الله تعالى عنها، وكان وفيا عليه الصلاه والسلام. انظروا إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوفاء. لما قالت خديجة عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ما تفتأ تذكر خديجة امرأة حمراء الشدق. الشدق هو هذا اللي قبض السنان، اللي كيطيحوا لك السنان كيبقى غير هذا الشدق الأحمر، هذا هو الشدق. فقالت: ما تفتأ تذكر خديجة امرأة حمراء الشدق، حمراء الشدقين، هلكت في الدهر، يعني ماتت شحال هذه.
أبدلك الله خيرا منها؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام، أعطاها جواب حاسم، ما فيش كما تنقولوا جواب حضاري، جواب فيلسوفي، جواب يعني شد العصا من الوسط. قال لها يا عائشة، والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت تعتقد أنها هي أفضل من خديجة. فقال عليه الصلاة والسلام، والله ما أبدلني الله خيرا منها. سمعش غير يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قالت آمنت بي إذ كفر بالناس، وآوتني إذ طردني الناس، وواستني بمالها، ورزقت منها الولد، ورزقت منها الولد. ثم يقول كما في البخاري، لقد رزقت حب خديجة. ولما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد، والحديث صحيح، هذه خديجة أتتك بإناء من إدام أو طعام أو شراب، فأقرئها من ربها السلام ومني، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر. لا توجد امرأة على وجه الأرض قديما وحديثا قرئ عليها السلام من عند رب العزة والجلال إلا خديجة رضي الله تعالى عنها، بنت أسد، خديجة بنت خويلد بنت أسد رضي الله تعالى عنها. فلما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بما ذكر جبريل قالت إن الله هو السلام، وأقرئ جبريل مني السلام. جبريل يبشر خديجة ببيت من قصب في الجنة، والقصب هو اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب. ما معنى لا صخب فيه ولا نصب؟ أي ليس فيه جلبة ولا أصوات مرتفعة، ولا نصب ولا تعب، وكأنها كوفئت بإيمانها، لأنها لم تعترض على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترفع صوتها، ولم يتعب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتها، دعاها فأمنت. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، نعم، بقول الله عز وجل يا أيها المزمل، رجع إليها، نعم، يرجف بها فؤاده ويرتعش عليه الصلاة والسلام، ويقول لأهله خديجة زملوني زملوني، حتى قال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فانظروا إلى جمال الجواب، وإلى حصافة المرأة، وإلى نجابة المرأة. قالت رضي الله تعالى عنها، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتحمل الكل، وتعين على نوائب الحق. كل جملة من هذه الجمل تحتاج إلى شرح وشروح. وهنيئا لنا بعلماء الحديث وبالمفسرين الذين بسطوا وقتلوا هذه المسائل بحثا وشروحا، وضررا وفوائد جمة. فالحمد لله. ما لكم كيف تحكمون يا عباد الله؟ أنا أترك كلام ربنا وسيرة نبينا وحديثه الصحيحة لهؤلاء الذين يسبحون ضد التيار، لا ورب الكعبة لا نبالي بهم، وتنقصهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيدون ذلك إلا إيمانا ورسوخا بدعوته عليه الصلاة والسلام. فإذا أحببت أن تعلم هل أنت على الحق أم على غيره، فانظر إلى سهامهم أين تتجه، فكلها تتجه نحو رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو دينه، فكن في ذلك الخندق، ولا يضرك من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقص منه. فنتقرب إلى الله بحبه، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدب عنه، وهذا واجب على كل مسلم غيور. الدب عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون بالعلم وبالكلمة الطيبة وبالحسنى، وأن نجادل هؤلاء وأن نقيم عليهم الحجة. نعم، هذا الذي نملك، وأكرر هذه الكلمة،
نحن نغير المنكر بقلوبنا وبألسنتنا. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. ونقول لهؤلاء الذين يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها لمالها، فهي التي اختارته مع كمال عقلها، مع كمال عقلها. ولنقل لجميع النساء في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: وهو حديث إذا تأملنا علمنا حقيقة مكانة خديجة رضي الله تعالى عنها. قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم، وآسية زوجة فرعون، وخديجة رضي الله تعالى عنها، وفاطمة. نصف الكمال أخذتهما، أخذته خديجة وابنتها، نصف الكمال. كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم، وآسية، خديجة، وفاطمة. نصف الكمال حازته خديجة رضي الله تعالى عنها وابنتها فاطمة رضي الله تعالى عنها. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يكون لنا حظ من قول الله عز وجل: ونصيب، ورفعنا لك ذكرك. ومن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم فله حظ ونصيب من قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. فاللهم إنا نبرأ إليك مما يقول هؤلاء ومما يكتب هؤلاء، اللهم إنا نبرأ إليك من استهزاء المستهزئين. اللهم إنا نبتغي بكلمتنا هذه وجه الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك التوفيق لبيان الحق والدعوة إليه، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ من رجال القضاء والسلطة في بلدنا المغرب، حفظه الله من كل سوء ومن كل مكروه، من ينتصر لنبينا عليه الصلاة والسلام من مكر الماكرين وكيد الكائدين وتربص المتربصين. نعم، أتفهم وضعية الجميع. نعم، لا شك أن هذه الأمور تحزننا. نعم، ولكن حسبنا أننا إذا تكلمنا بالشرع، وإذا غضبنا بضوابط شرعية، وإذا نصحنا ابتغاء ما عند الله. نعم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، من الذين يريدون حوضه، ومن الذين تنالهم شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم العرض على الله جل وعلا، وأن يمتعنا برفقته في الفردوس الأعلى. هو ولي ذلك والقادر عليه. ما كان في هذه الكلمة من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان فيها من خطأ فمن النفس ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. ولا يفوتني هنا أن أشكر إخواني وأخواتي وكل من واساني في وفاة والدي رحمه الله جل وعلا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يرحم سائر أموات المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يغفر له، وأن يغفر لنا تقصيرنا في حق والدينا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمر والدتي، وأن يلبسها الله سبحانه وتعالى لباس الصحة والعافية،
وأن يغفر لنا تقصيرنا في حق والدينا جميعا، وأن يبارك الله لكم في أولادكم وفي والديكم وفي علمكم وعملكم ومالكم. اللهم كما كان الآباء والأمهات سببا في وجودنا، فاللهم لا تجعلنا سببا في شقائهما يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم احفظ وطننا المغرب من كل سوء ومن كل مكروه، اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا البلاء يا رب العالمين. اللهم احفظنا وأصلحنا حكاما ومحكومين ومراء ومأمورين، اللهم أصلح إعلامنا وتعليمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.